شهر أبريل هو شهر التوعية بسرطانات الرأس والرقبة والغدة الدرقية. الكشف المبكر ينقذ الحياة، لذا يجب عليك تحسس جانبي كل من العنق والمنطقة الموجودة تحت الفك السفلي للبحث عن أي ورم أو عدم تطابق في الجانبين. فحص تجويف الفم واللسان لاكتشاف أي تقرحات أو بقع حمراء أو ورم. زيارة طبيب الأسنان بشكل دوري. لخدمات الكشف المبكر الاتصال على 107 خدمة حياك أو على 16060 خدمة نسمعك. بالمعرفة والوعي نحمي أنفسنا.